هذه الحكومة عرضت بوضوح أنها يعني الحوار بالنسبة لها مطية لتطويل الزمن ولصرف الناس عن الفشل الكبير في المجال الاقتصادي وفي توفير الأمن وفي التصالح السياسي وغيره من القضايا اللي أصبحت الآن بتجعل من السودانيين بيرموا في أنفسهم للموت هجرة من السودان وفي المجموعات المسلحة المختلفة الميليشيات القبلية وغيرها من علامات فشل الدولة. نحن جادون جدا وعازمون على أن يكون هناك تغيير لهذا الواقع المخيف لمستقبل السودان ولحاضره بالطرق السلمية المدنية.